فاز مركز الشيخ عبد الله سالم الثقافي اليوم بجائزة مؤسسة المباني العالمية كأفضل مشروع هندسي عن فئة المرافق العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2018. ونال المشروع شهادة 5 نجوم ليتأهل للفوز بالجائزة الأكبر على فئتها والتي ستشمل كل قارات العالم والتي سوف يعلن عن نتائجها النهائية في شهر ديسمبر القادم خلال حفل تكريم بالعاصمة البريطانية لندن. وتسلم رئيس الشؤون المالية والإدارية لدى الديوان الأميري عبد العزيز أسحق الجائزة العالمية في حفل نظمته مؤسسة جائزة المباني العالمية البريطانية بإمارة دبي لتكريم الفائزين بجوائزها في مجال البناء والتعمير في الشرق الأوسط وإفريقيا بمشاركة نخبة من قادة البناء والتعمير حول العالم.